بتنزيل الآخرين لحزمتك على حسابك فايفر. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل يمكن للآخر أن تنزل ملصقاتك الخاصة على حسابك فايفر بعد أن قمت بإنشائها. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق. نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على أكثر، بعدها نأتي إلى متجر الملصقات، هنا نضغط عليه، ثم سوف نأتي إلى متجر الملصقات، هنا سوف ننتظر كي يقوم بالظهور معنا متجر الملصقات الخاص بنا. بعد أن يقوم بالظهور على هذا الشكل، نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على هذه الخانة هنا، نقوم بالضغط عليها، ثم نأتي إلى هنا في هذه الخانة. وبعد أن تقوم بإنشاء حزمتك الخاصة، يكفي فقط أن تضغط على هذه العلامة هنا البيضاء، ونضغط على استمرار. وهنا كما ترون تم تفعيل يمكن للآخرين تنزيل حزمتك على حسابك فايفر. أتمنى أن تكون قد استفدتم، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.